السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم طلاب وطالبات شركة آفاق التعليمية الصف الثاني المتوسط في مادة الرياضيات. درسنا اليوم النسبة المئوية والتقدير. يمكن تقدير النسبة المئوية من عدد ما باستعمال الأعداد المتناغمة. العددان المتناغمان يا شباب هما عددان يسهل قسمتهما ذهنيا، مثل 5 و10، 3 و12. مثال: قدر 19% من 30. أشوف عندي 19% بتقارب 20%، بتقارب كم؟ 5. طيب يا شباب، 19% من 30 كأني بقول هات 5 ال30. 30 قسمة 5 تساوي 6. قدر 24% من 44. 24% تساوي تقريبا، تقارب 25%، وال 25% يعني ربع. كأني بقول 24% من 44 أي ربع ال 44، أو ربع مضروب في 44. 4 و44 عددان متناغمان، يبقى كم يا شباب؟ 11. يمكن تقدير النسبة المئوية وذلك بتغيير النسبة إلى أبسط صورة لها. مثال: قدر 8 من 25. 8 على 25 تقريبا، 8 على 24، لأن 24 من مضاعفات 8. مع الاختصار في أبسط صورة، 8 على 25 فيها الثلث. ثلث يساوي كم يا شباب؟ 33 وثلث. أي أن 8 من 25 تساوي تقريبا 33 وثلث%. قدر 7 من 57. 7 على 57 تقريبا 7 على 56، لأن 56 من مضاعفات 7. يعني 7 على 56 في أبسط صورة تساوي 1 على 8. طب والثمن بيساوي كم يا شباب؟ 12.5%. أي أن 7 من 57 تساوي 12.5%. قدر 7 من 79. 7 على 79 تقريبا 8 على 80. أنا هنا قربت 7 إلى 8 و79 إلى 80 حتى أحصل على شكل وعددان متناغمان يسهل التعامل معهم. يبقى 8 على 80 تساوي 1 على 10، يعني 10. الواحد على عشرة ده يعني 1 من 10. 1 من 10 ده بيساوي كام يا شباب؟ الله يبارك في عمرك، 10%. 10%، أي أن 7 من 79 تقريبا تساوي 10%. إذا علمت أن الكويت تمتلك 9% من احتياط النفط العالمي المقدر ب 1171 مليار، فاحسب حصة الكويت من هذا الاحتياط. قدر 9% من 1161 مليار، 9% تقريبا 10% يساوي 1 من 10. طيب 9% من 1161 يعني 1 من 10 في 1161 تقريبا 116.1 من 10. حصة الكويت من الاحتياط 116.1 مليار برميل. قدر 49% من 160. 49 يا شباب تقريبا 50%. كأني بقول لك هات 50% من 160، 50% يعني النصف تساوي 80. طبعا الاثنين والمية وستين عددان متناغمان، يبقى 80. قدر 2 من 15. الاثنين على 15 تقريبا 3 على 15 يعني 5. تمام يا شباب، 5 بتساوي كم؟ 20%. طيب أي أن 2 من 15 تقريبا 20%. يبلغ طول جسم بالبوصة 39% تقريبا من طوله بالسنتيمتر. قدر طوله بالبوصة إذا كان طوله بالسنتيمتر 50 سنتي. قدر 39% من 50. 39% تقريبا كم؟ 40. بتساوي 2 على 5. 39% من 50 يعني 2 على 5 في 50
ساوي 20، الطول بالبوصة تقريبا 20 بوصة. سعدنا بحضوركم، وعلى أمل اللقاء بكم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.